السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية سابع. اليوم إن شاء الله رح نبدأ في درس كواكب المجموعة الشمسية. طبعا سابع مرق معنا المجموعة الشمسية بالصف الرابع، وحكينا عنها إنه الكواكب المجموعة الشمسية عددها 8، بتدور حول الشمس. إذا كواكب المجموعة الشمسية عددها 8 جميعها تدور حول الشمس. اليوم رح ناخد عنها شوية بشكل موسع أكثر، تقسيم هاي الكواكب إلى كواكب داخلية وخارجية مع خصائص كل كوكب. أول شيء رح نحكي إنه تدور الكواكب في النظام الشمسي مثل ما إحنا شايفين في الصورة حول مدارات إهليجية. بنلاحظ شايفين المدارات هاي، بنسميها إهليجية طبعا، مثلها كأنها بيضوية. الإهليجية يعني بيضوي، مش مدارات دائرية، مدارات إهليجية. داخل مجرة لها أذرع حلزونية تسمى درب التبانة. إذا شو اسم المجرة الموجودة فيها الكواكب؟ مجرة درب التبانة. شايفين هاي المدارات، هاي المدارات اللي تدور حولها الكواكب اللي بتدور فيها حول الشمس بنسميها مدارات إهليجية. إهليجية يعني بيضوية مثل ما احنا شايفين. هلا تدور الكواكب في النظام الشمسي في مدارات سميناها إهليجية. داخل مجرة لها أذرع حلزونية شو تسمى؟ حكينا درب التبانة. شو تسمى درب التبانة؟ ما الذي يجعل الكواكب في النظام الشمسي تدور في مداراتها حول الشمس؟ اللي قوة جذب الشمس لتلك الكواكب بمقدار يتناسب دورانها حولها. يعني شو اللي بيخلي هاي الكواكب تدور في مداراتها، بتضلها في مداراتها، ما بصير تصادم؟ اللي هي قوة جذب الشمس لتلك الكواكب بمقدار يتناسب دوران كل كوكب حولها بضله في مداره. رح أرجع أعيد، كواكب المجموعة الشمسية تدور في النظام الشمسي حول الشمس في مدارات سميناها مدارات إهليجية. اسم المجرة لها، داخل مجرة لها أذرع حلزونية تسمى مجرة درب التبانة. إذا تدور الكواكب في النظام الشمسي حول الشمس في مدارات نسميها إهليجية. داخل مجرة لها أذرع حلزونية تسمى درب التبانة. ما الذي يجعل هاي الكواكب تدور في مداراتها حول الشمس؟ اللي قوة جذب الشمس لتلك الكواكب بمقدار يتناسب دورانها حولها. يتكون النظام الشمسي من نجم واحد وهو الشمس، بتدور حوله الكواكب. كم كوكب؟ 8 كواكب. إذا يتكون النظام الشمسي من نجم واحد، من هو؟ الشمس. تدور حول الشمس 8 كواكب. إذا كم عدد الكواكب؟ 8 كواكب. لا تتصادم الكواكب بعضها مع بعض، والسبب انها تدور في مدارات اهليجيه، ما بتكون يعني مش دائريه ورا بعض، اهليجيه، بتعطي مساحه اكثر انه كل كوكب يدور في مداره بدون ما يصير تصادم مع اي كواكب ثانيه. هلا تقسم الكواكب الى مجموعتين داخليه وخارجيه. طبعا احنا يا سابع اخذنا في الصف الرابع الكواكب كامله، اللي هي حسب قربها للشمس الى الابعاد، اللي هي عطارد، الزهره، الارض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. كان أقرب الكواكب إلى الشمس اللي هو عطارد، وأبعد الكواكب نبتون. إذا إيش هم الكواكب؟ عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. درسنا عنه بشكل عام، ما أخذنا خصائص كل هاي الكواكب. اليوم إن شاء الله هاي الكواكب رح تتقسم إلى مجموعتين، كواكب بنسميها كواكب داخلية اللي بتكون قريبة للشمس، والكواكب الثانية اللي ضلت عندي كواكب خارجية البعيدة عن الشمس. لكل هاي الكواكب في عندي خصائص بتميزها عن الكواكب الخارجية. يعني الداخلية لها خصائص بتختلف عن الكواكب الخارجية، تمام؟ إذا يتكون النظام الشمسي من نجم واحد، من هو؟ الشمس. تدور حول الشمس كم كوكب؟ 8 كواكب. لا تتصادم الكواكب بعضها مع بعض، والسبب أنها تدور في مدارات إهليجية. تقسم الكواكب إلى مجموعتين، كواكب داخلية وكواكب خارجية. هلأ الكواكب الداخلية اللي هم بس عندي عطارد والزهرة والأرض المريخ، وهي الكواكب القريبة إلى الشمس، وهي الكواكب الأقرب إلى الشمس. إذا الكواكب الداخلية اللي عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، وهي الكواكب الأقرب إلى الشمس، هاي بنسميها كواكب داخلية. في عندي هون تسمى الكواكب الداخلية بالكواكب الصخرية لأنها شبيهة بالأرض من حيث مكوناتها. بنلاحظ إنه هذول أصلا الثلاثة هم الأقرب إلى الأرض، إذا شبيهة بالأرض من حيث مكوناتها، إذا تسمى الكواكب الداخلية بالكواكب الصخرية. إيش خصائص هاي الكواكب الداخلية؟ صغيرة الحجم، طبعا أكثرها بتكون صغيرة. بطيئة الدوران، دورانها حول الشمس كثير بطيء. الكثافة بتكون كتير عالية، بما أنها كثافتها عالية أكيد رح تكون بطيئة الدوران. أقمارها قليلة العدد، يعني الأقمار الموجودة في كل كوكب بتكون قليلة، وفي منها ما عندها أقمار، تمام؟ إذا الكواكب الداخلية هي عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، وهي الكواكب الأقرب إلى الشمس. تسمى الكواكب الداخلية بالكواكب الصخرية. ليش سميت كواكب صخرية؟ لأنها شبيهة بمين؟ بالأرض من حيث مكوناتها. هلأ خصائص هاي الكواكب الداخلية، أنها صغيرة الحجم، بطيئة الدوران، كثافتها عالية، أقمارها قليلة العدد. صغيرة الحجم، بطيئة الدوران، كثافتها عالية، أقمارها قليلة العدد. مثل ما احنا شايفين في الصورة، هاي الكواكب الداخلية اللي هي عطارد، الزهرة، الأرض،
المريخ، عندي هون هذا القمر لأنه بدور حول الأرض، إذا عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ. الكواكب الخارجية اللي هي مين هي؟ المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. إيش هي؟ المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. هاي الكواكب الخارجية وهي الأبعد عن الشمس. المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، وهي الأبعد عن الشمس. تسمى الكواكب الخارجية بالكواكب الغازية. إيش سبب اللي سميت بالغازية؟ لأنه تركيبها غازي، أكثرها غازات. هاي الكواكب تتكون من الغازات. إذن الكواكب الداخلية من هم؟ عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ. من وقف مين الخارجية؟ المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، وهي الأبعد عن الشمس. تسمى الكواكب الخارجية بالكواكب إيش حكينا؟ الغازية. إيش السبب؟ تركيبها غازي. شو خصائص الكواكب الخارجية؟ عكس الداخلية، حجمها كبير، سريعة الدوران، بما أنها سريعة الدوران كثافتها إيش؟ قليلة، بتساعدها على الدوران، وأقمارها كبيرة. طبعا في عندها أقمار، وأكثرها بتكون عندها أقمار مثل زحل عندي بتكون والمشتري. تمام. إذا خصائص الكواكب الداخلية أنها كبيرة الحجم، سريعة الدوران، كثافتها قليلة، أقمارها كبيرة. كمان مرة، خصائص الكواكب الداخلية الخارجية، حجمها كبير، سريعة الدوران، كثافتها قليلة، أقمارها كبيرة. طبعا في عندنا كواكب لها حلقات مثل زحل والمشتري فيها، وأكثر وضوحا اللي موجودة بتكون عند زحل. تمام. هاي الحلقات بتكون من مواد صخرية وجليدية، إذا زحل أكثر وضوح الحلقات اللي بتدور حولها، المشتري برضو في عندها حلقات وبتكون أقل وضوح. تمام. إذا الكواكب الخارجية هي المشتري وزحل وأورانوس نبتون، تسمى بالكواكب الغازية، والسبب تركيبها الغازي كتير مهم، وهدول في عندي مهمين. حفظ الأربعة خصائص الكواكب الخارجية، حجمها كبير، سريعة الدوران، كثافتها قليلة، وأقمارها كبيرة. تمام. سابع، نكتب التلخيص على الدفتر وتبعتوا لي، ونحفظ أول بأول، ويعطيكم ألف عافية.